بعدك عايش ببالنا فلاحين وعمالنا بعدك عايش ببالنا فلاحين وعمالنا يا محجوب يا محجوب مهما سد دروب علينا حنكمل مشوارنا. 30 عاما 30 عاما وأشجار الصفصاف تبيض وتخضر وتصفر في الحدائق، وطير الوقواغ يغني للربيع كل عام. 30 عاما وقاعة ألبير تغص كل ليلة بعشاق بيتهوفن وباخ. البحر في مده وجزره في بورموث وبرايتون، ومنطقة البحيرات تزدهي عاما بعد عام. الجزيرة مثل لحن عذب سعيد حزين في تحول سرابي مع تحول الفصول. 30 عاما وأنا جزء من كل هذا أعيش فيه ولا أحس جماله الحقيقي. الطيب صالح ولد عام 1929 في مروي شمال السودان، حيث عاش طفولته وشبابه، ثم انتقل إلى الخرطوم لإكمال دراسته، فحصل من جامعتها على درجة البكالوريوس في العلوم. واصل صالح دراسته في بريطانيا وغير تخصصه إلى دراسة الشؤون الدولية. الطيب صالح اشتهر كأحد أبرز الكتاب في يومنا هذا، خصوصا عبر قصصه القصيرة التي تقف في صف واحد مع جبران خليل جبران وطه حسين ونجيب محفوظ، وله العديد من المقالات والمشاركات في العديد من الصحف والمجلات. كتب الطيب صالح العديد من الروايات التي ترجمت إلى أكثر من 30 لغة، وأشهرها عرس الزين ومريود وضوى البيت ودومة وتحامد ومنسي. وتعتبر روايته موسم الهجرة إلى الشمال من بين أفضل 100 رواية في العالم. حصلت على العديد من الجوائز، ونشرت لأول مرة في أواخر الستينيات من القرن الماضي في بيروت، وتم تتويجه كعبقري الأدب. في عام 2001 صنفت الأكاديمية العربية في دمشق روايته موسم الهجرة إلى الشمال على أنها الرواية العربية الأفضل في القرن العشرين. أصدر الطيب صالح 3 روايات وعدة مجموعات قصصية قصيرة. روايته عرس الزين حولت إلى دراما في ليبيا وإلى فيلم في أواخر السبعينيات، حيث فاز في مهرجان كان. في مجال الصحافة كتب الطيب صالح خلال 10 أعوام عمودا أسبوعيا في مجلة المجلة العربية التي تصدر في لندن. وخلال عمله في هيئة الإذاعة البريطانية تطرق الطيب صالح إلى مواضيع أدبية متنوعة. الطيب تنقل خلال الأعوام 10 الماضية بين باريس ولندن، وعمل في عدة مهن آخرها مديرا إقليميا لمنظمة اليونسكو في باريس. مسيرة الأديب السوداني الطيب صالح حافلة بالإنجازات التي شهد لها الأدب العربي في جميع المحافل. مي المهندس، العربية. وكذا إنه نحن هذا عندنا، يعني ده شيء في طبعنا. ماركيز وأدباء أمريكا اللاتينية إن كانوا عمل جابوها من عندنا تأثيرات، ده شيء واضح ومش عاوز أي تأكيد. التأثيرات العربية في أسبانيا، ثم تأثير ألف ليلة وليلة في الأدب الأوروبي كله إلى يومنا هذا. فالاتجاه إذا كان الشباب الآن متجهين هذا الاتجاه، أنا أظن هذا اتجاه حسن، لأنه هذا يعيدهم إلى جذورهم ويبعدهم عن الألاعيب الأوروبية في الشكل. بعض الشباب كانوا في فترة استهوتهم هذه الألاعيب الأوروبية في الشكل، وبينسوا الناس أنه الشكل بينبع من مناخ معين. الفرنساويين بيجيبوا أشكال روائية لأنه ده نابع من طريقتهم، وكذلك الإنجليز أقل منهم في هذه التجارب. وأنا دائما أقول إنه الأشكال الروائية أصلها تعد على أصابع اليد، يعني ما فيها أي معجزة.
المهم في الأمر الكاتب ماذا يريد أن يقول؟ يقول بالطريقة التي تريحه هو أولا وتصل إلى الناس ثانيا، هذه كل القضية. عن غناء عذب يربط بين ضفتين نهر بخيط من حرير، أنا مثلكم لم أسمع بمثل هذا النوع من غناء الحروف التي تتحول إلى أوتار إلى أن قرأت مريود وضو البيت، لكني كنت قبلهما وقبل أن أقابل الطيب صالح بعمر مديد أتساءل بيني وبين نفسي ما الذي يربط الطيب بأبي الطيب، ولماذا حول هذا المبدع الكبير دربه من الشعر إلى الرواية؟ فطريقة تعامله مع المشهد والريشة التي يلون بها الصور والإزميل الذي ينحت به اللغة بحرفية صانع حاذق، ظواهر تنتمي جميعها إلى عالم الشعر الذي لا يخفي نفسه في أعمال هذا الشاعر المتنكر بثياب الروائيين. والله يا أخي أنا أحب الشعر زي ما بقول يعني، وأفتكر أي السليقة العربية سليقة شعرية، ونحن في السودان طبعا لأننا دائما يعني يطلب منا أن نفهم الناس أننا عرب. أكبر دليل على عروبتنا هو سليقتنا الشعرية، لن تجد في العالم العربي أكثر حبا للشعر من السودانيين. ألقى بصدري جسام الحادثات ولي عزم أصد به ما قد يلاقيني، ولست أرضى من الدنيا وإن عظمت إلا الذي بجميل الذكر يرضيني.